بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تمكن نشكر الجريده الالكترونيه ناري شافو على حضورها لتغطيه هذا الحدث الرياضي والمتمثل في كاس عصبه الشمال الغربي، اللي هو بالمناسبه هو افتتاح الموسم الرياضي الجديد للجامعه الملك المغربي للكره الحديديه. هذا الدوري هذا واللي كيتنظم بالملاعب ديال نادي لوكوس العرائش الكرة الحديدية، تعرف مشاركة مكتبة من مختلف الأندية المضوية تحت لواء عصبة الشمالي، والتي تقدر ب 90 ثلاثية من مختلف كما قلت الأندية المضوية تحت لواء هذه العصبة هذه. الأهم في هذه المشاركة هذا هو الحضور الوازن لمختلف اللاعبين المتميزين على مستوى العصبة وحتى على مستوى الوطني، وأيضا الحضور وهذه خاصية من خاصيات اللي كنشاهدوها نادرا في الدوريات الثانوية، هو الحضور المكثف للعنصر النسوي الذي أصبح شيئا فشيئا يغادي يؤتت الفضاءات الكرة الحديدية. أيضا العنصر الشبابي الحاضر بقوة من خلال العناصر الشابة اللي كيتوفر عليها نادي لوكوس العرائش، والحقيقة اللي عينتهم عن قرب أنهم تتوفروا على تقنيات ومؤهلات تؤهلهم لخوض مقابلات في المستوى. هذا الدوري هذا كما قلت يعني من خلال وجود لاعبين متمرسين يعني غادي يعرف واحد النديه، غيعرف واحد التنافسيه شريف اللي غتاهل في الاخير ثلاثيتين اللي غيمثلوا عصبه الشمال الغربي على مستوى كاس العصبه اللي كتنظم بالمغرب، واللي كيجمع نخبه من اللاعبين على مستوى الكره الحديديه وعلى المستوى الوطني. نعم، إذا تقييم الدوري هذا على مستوى المشاركة ديال الأندية بالإضافة إلى عدد الممارسين بالإضافة إلى مشاركة الفئات، هناك يعني كذلك تقييم على المستوى التقني، يمكن تقول لنا على المستوى التقني ديال هاد الدورة هذه؟ كما في علمكم بأن كما قلت من قبل بأن يعني هاد الدوري هذا أو هاد الكأس اللي هي كأس عصبة الشمال الغربي هو بداية الموسم الرياضي، يعني مازال المستوى ما غاديش يظهر لنا المستوى اللاعبين، ولكن من خلال يعني الإحصائيات الأولية كيبان بأن مجموعة من اللاعبين ومجموعة من الفرق هيئت نفسها من خلال يعني الدوريات الحبية التي قامت قبل بداية هذا الموسم، يعني هناك لاعبين في المستوى اللي غادي يقولوا الكلمه ديالهم في هذا الدوري هذا.